هو هذا فيديو محي 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 هذا الفيديو السلام عليكم، معكم كريم شارق مصور بجريدة الحدث كوم. كما راح تشوف كنا عندنا تغطية اليوم بخصوص الجنازة ديال الأخ المدير ديالي توفى. جاتنا مهمة بالتصوير الجنازة، مواكبة الجنازة. تمينا داخلين وجدنا المعدات ديالنا ديال التصوير كيف العادة، غادي نخدمي نورمال شوية غادي باللايف. كنت كنتفاجئ بواحد خينا طلع لي قدامي، ما عرفتش شكون هو، المهم لابس جيلي ليموني. قال لي انا من الجمعية ديال تدبر المقابر، حيد داك الفيديو، مسح داك الفيديو. قلت له علاش نمسحو؟ ما خلاش لي الفرصه حتى فين نشرح له ولا نهضر معاه. شويه جري التليفون حيدو لي، واخا رغم داك ما عندوش الحق هو كاع يقول لي زعما اعطيني، وخصو يكونوا السلطات هما اللي معنيين بالامر، هما اللي نعطيهم التراخيص ونعطيهم كل شيء. حتى كنتفاجئ حيد لي التليفون، بغيت ناخذ التليفون ديالي، بدا تيلوح في يديه ليا على وجهي، تيضربني على وجهي. المهم حاولت ندافع على راسي. من بعد جا الصديق ديالي سلب له التليفون ديالي من اللور، حيدو له مراسل ديالنا معانا نيت، حيدوا التليفون من جيبو اللور، وبدينا غادي ندوزو شي يضربونا بالحجر، وضربوني على مستوى الظهر، ضربوني على مستوى العنق، ضربوني على مستوى الراس. من بعد بقينا جالسين تما صونينا على الامن. الحمد لله جات تدخل بسرعه، جاو اعتقل ثلاثه ديال الاشخاص اللي قاموا بالاعتداء علينا في ظرف وجيز، وتم فتح تحقيق معاهم. وانا جات لومبيلونس ومشيت للسبيطار، درت المسائل ديالي لان انا عندي كدمات في الراس قويه وعندي جروحات على مستوى العنق، وهذا الشيء اللي كنشوفوا فيه راه لا يناسب المهنه. المهنه ديالنا شريفه، وكنتعرضوا لهذا التهديد، وكنتعرضوا دائما لمضايقات ودائما، ورغم ذلك مازال ما تحركوا معنا، ما داروا زعما ما تيديروش معنا شي حل باش ما نبقاوش نتعرضوا للمضايقات. لهذا كنتمنى من المعنيين بالامر يشوفوا في الجسم الاعلامي شي شويه، ويعطيو اهميه شي شويه، لانه راه في الحقيقه راه تنعيشوا في واحد الوضع كارثي، واحد الوضع كارثي. وشكرا بزاف، وكنشكر السلطات الامنيه على القيام بالمهام ديالها. كريم، واش هذه اول مره كتعرضوا فيها الزملاء الصحفيين؟ هذه ثاني مره او ثالث مره كنتعرضوا للتعنيف تما، والسب والشتم بشتى الطرق. اي حدنا كنوقفوا تما كنبغيو نديروا واحد المواكبه اعلاميه، كنتعرضوا لجميع الطرق ديال الابتزاز، كنتعرضوا ليها تما جميع الطرق من واحد الاشخاص ذو المستوى في الحقيقه، واللي ما انت كتقول هاد الناس علاش هاد الناس يتعاملوا معنا حنا بالضبط الجسم الاعلامي هكا. انت ما عارفينش هاد الموقف اللي واخدين منا، ما عرفناش، ما فهمناش شنو هو السبب. دونك كاين شي لغز تما ما عرفناش. المهم كنتمناو من الله يدير شي تاويل ديال الخير، شي تضامن من طرف الزملاء ديالي. كنشكر جميع الزملاء ديالي الصحفيين، وكلهم تضامنوا معايا، وكلهم جاو لعين المكان وعينوا داكشي بالعدسات ديالهم، وشافوا كل شيء، وشافوا التدخل الامني كي كان. وشكرا جزيلا لصوت العداله. مشاهدينا الكرام، وكالعاده الراي كيبقى للمواطن. شكرا جزيلا.